البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. أقول أيضا، لا يظن أحد إني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه في غباوة، في جسارة الافتخار هذه. بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد، أفتخر أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء، إذ أنتم عقلاء لأنكم تحتملون. إن كان أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم. على سبيل الهوان أقول، كيف أننا كنا ضعفاء، ولكن الذي يكترئ فيه أحد أقول في غباوة أنا أيضا أكترئ فيه. أهم عبرانيون؟ فأنا أيضا. أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم نسل إبراهيم؟ فأنا أيضا. أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل، فأنا أفضل. في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة. 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت. 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق بأصفار مرارا كثيرة. بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. عدم هو دون ذلك التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركته علينا أمين. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله، إلى الذين نالوا معنا إيمانا مكرما مساويا لنا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا. كما أن كل شيء قد صار لنا بقوة لاهوته للحياة والتقوى التي أعطيت لنا مجانا بمعرفة الذي دعانا بمجده والفضيلة، وبواسطة هذه الأمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من شهوة الفساد التي في العالم. ولهذا عينه
وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين بالأعمال الصالحة، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بغنى دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا. أمين. وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم، وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم، لننزل عنده. ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح، وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ، فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته، فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له: أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيورون للناموس، وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى، قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. فإذن ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت، ففعل هذا الذي نقول لك: عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبروا عنك، بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس. وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك، سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير، إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
النهاردة يا حبايبي 20 أمشير، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب، آمين. زي النهاردة من سنة 95 للشهداء اللي بتوافق 379 ميلادية، تنيح القديس البابا بطرس الثاني البطريرك 21 من بطاركة الكرازة المرقسية. قدسنا اتولد في مدينة الإسكندرية وكان تلميذ للبابا أثناسيوس الرسولي، وتعلم منه حياة القداسة والعلوم الكنسية، ولما معلمه شافه ينمو في الفضائل الروحية رسمه كاهن، وبعدين رسمه أسقف باسم الأنبا بطرس وأرسله إلى سوريا علشان يساعد القديس باسيليوس الكبير في مقاومة بدع وهرطقات، يعني تعاليم خاطئة في الإيمان والعقيدة لأنها كانت منتشرة هناك. ولما شعر البابا أثناسيوس بقرب نياحته قال إن اللي هيكون بطريرك بعده هو الأنبا بطرس تلميذه. ولما تنيح البابا أثناسيوس الرسولي تم ترشيحه للبطريركية لأنه كان على درجة كبيرة من الفضيلة والعلم والدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية، وفعلا أصبح البابا بطرس الثاني هو البطريرك 21، وجاهد كتير ضد الأريوسيين زي ما تعلم من معلمه البابا أثناسيوس الرسولي، وقابل شدائد صعبة لدرجة إنهم حاولوا يقتلوه كتير فاختفى عنهم سنتين. لقوها فرصة وأقاموا بطريرك من عندهم، وطبعا ده غير شرعي، يعني لا يعتبر بطريرك، لكن الشعب رفضوا بشدة ورجعوا البابا بطرس تاني لكرسيه. ولما كمل طريق جهاده ضد الأريوسيين وأكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، بركة صلواته تكون معانا، أمين. وكمان زي النهاردة شهادة القديسين باسيليوس وثيودوروس وتيموثاوس بمدينة الإسكندرية، بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. أعبدوا الرب بخوفين واهتفوا برعدتين، فالآن يا أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض. ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، أوإلا فليس لكم أجر عند أبيكم في السماوات. فمتى صنعت صدقتان فلا تصوت قدامك بالبوقي، وكما يفعل المراءون في المجامع وفي الأذقة،
لكي يمجدوا من الناس الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقتان فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجزيك علانيتان. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فأدخل إلى مخدعك وإغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيتان. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم تظنون إنهم بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. ومتى صمتم فلا تكونوا عابثين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فإدر راسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيتان.